صباحكم سعيد، اليوم في حلقة جديدة مع كوتش معتصم، معاكم برضو من جولز جيم خلدان. راح نكون معكم بتمارين السحب اللي هي السيتد رو بنسميها احنا، او تمارين السحب الجالس. فالماشين هاي طبعا لها كثير مسكات، راح نحكي عن كل مسكة شو ميزتها وشو الاحسن منهم على حسب احنا شو التارجت اللي جايين ندربه. الان اول شيء راح نبلش بالوايد، يعني اللي هي المسكة الواسعة، ونحكي شو الهدف منها. طبعا البوزيشن نفسه بالاساس رجلينا طبعا لهم مكان معين ينحطوا عليه، بندفش جسمنا لورا لغاية ما تقريبا الركب يكون فيها ثني وثابت. الآن الحوض هون ثابت، الكتاف تقريبا فوق الحوض، بنثبت وبنتأكد إنه المقاومة أو البار نفسه بموازاة التارجت اللي هو إحنا راح نسحب عليه. الآن التارجت بالوايد رو راح يكون عبارة عن الأبر أبس اللي هي فوق على العضلات البطن من فوق، أو اللي هي أسفل الصدر. خلينا نحكي بنبلش السحب بالكواع لورا، خليك ثابت. الآن الكتاف مهم جدا إنه يضلهم ثابتين لتحت، الكواع برضه بموازاة التشست، وبرجعوا لورا. أهم شيء هون الريتراكشن اللي بصير بالسكابيولا اللي هي العين الكتف، إنه دائما في سكويز، برجع شوي شوي مع استقامة الظهر بإنها تضلها ثابتة. الآن في ناس طبعا بميل لقدام وبرجع بسحب، مش غلط، بس بدك تعرف إنه عضلات السكابيولا راح تشارك بالتمرين، إنه الريتراكشن هذا برخي بعدين برجع بعدين بسحب، فبصفي عندي بدل ما يكون في مفصلين وايسوليشن على الأبر باك، راح أركز على سكابيولا بعدين كتفين بعدين ايدين، فراح صفي فيه اكثر من مفصل فانه في عضلات اكثر، لكن ما في شيء غلط في الفورمات. اهم شيء البوزيشن والسحب والتارجت. اذا كان الهدف من التمرين ابر باك، نستخدم المسكه هاي وايد سحب، نتاكد انه مع الثبات انه الريست بيلحق الكوع تماما بنفس الاستقامه تبعت الريزيستنس، عشان نتاكد انه احنا التارجت ممتاز. يب، كمان سحبه then back. التشين طبعا زي ما شايفين ان، والنظر مستقيم على المشين نفسها. تمام، هلا هاي المسكه تمام ما في عليها اي مشاكل. التارجت تبعها زي ما حكينا الابر باك اللي هو عضلات اعلى الظهر. في مسكه اضيق منها بشوي ممكن تكون ميد. الميد هون بتكون تقريبا الكوعين لتحت اكثر شوي بزاويه 45. اذا كانت بالوايد طبعا الكوعين موازاه الصدر، هاي بدها تكون لتحت كمان شوي، مش غلط، بس لكن نكون عارفين انه الكواع كل ما ضموا لتحت كل ما صرنا نستخدم عضلات اللي هي اللاتسمس اللي هي العضلات اللي تبعت الجنبين. الان الكوعين مش ملزقين بالجسم، مفتوحين شوي لبرا، وبرضه في سكويز برضه على لوحين كتف اللي هي بتوظف طبعا عضله الرومبويد اللي هي الداخليه، وكمان الميدل ترابيزيوس كمان حتى شوي من الابر. كمان سكويز باك، هاي تقريبا الالبو زاويه 45 لتحت هيك شوي. جود، برضو هذا مش غلط. التارجت تبعه راح ينزل شوي من اسفل الصدر، راح ينزل على البطن تقريبا، راح يكون باتجاه اللي هي السره. جود، اذا هون تو تارجت عندنا لاتسمس وعندنا ابر باك مع بعض. ريلاكس، نيجي للمسكه اللي بعدها. اذا احنا كان تركيزنا على اللاتسمس نفسها، راح نضم الكوعين كمان اكثر، راح نخليهم اقرب للجسم بالمسكه اللي هي هاي. جود، نفس البوزيشن، اذا لاحظتوا انه ما غيرنا اي وضعيه، الوضعيه ثابته، لكن حركات الايدين بزوايا الكوع من وايد ل 45 درجه تقريبا للي هي النارو هون. السكويز مباشره الكوع بيكون الدايركشن تبعهم يرجعوا لورا، بس ما بيفتحوا لبرا، بضلهم مضمومين على الجسم، نحاول قد ما نقدر نضمهم على الكوعين. نفس السكويز، الالبوز اتجاههم لورا ولتحت. السحب هون طبعا الكيبل بده يروح باتجاه السره لتحت اكثر، تركيزنا هون زي ما حكينا على لاتسمس. جود، الان هاي في منها اشكال، هلا كوتش معتصم ماسكها بالشكل هذا، ممكن نجيب جريب ثانيه بنفس المساحه ونعمل هيك، او نعمل ريفرس. هل انه ممكن يختلف شيء على عضلات اللاتسمس؟ نثينك، اللهم انها هاي عضلات مساعده، شو في تركيز عليها بيختلف من مسكه لمسكه مش اكثر، لكن هي التركيز نفسه على عضلات اللاتسمس بيضل نفسه، بس العضلات المساعده فيها الاختلاف. ما دام الالبو ان بكل الحركات راح تصفي على نفس التارجت. ريلاكس، هلا في مسكه اضيق من هاي عم نشوف ناس كثير دائما بتمرنوا عليها. الان ما بنقول انها غلط او ما الها داعي، لكن شو بصير بالاخص للاشخاص اللي هم عندهم ما شاء الله الكتاف عراض، خلينا نحكي مساحتهم عريضه، شو بصفي انه بس يسحب لجوا، واحد انه ما بصير في سكويز كافي على الظهر، لانه راح تحد من انه الايدين ترجع لورا، بينما لو كانت واسعه
بقدر ارجع برينج اوف موشن اكثر، اعمل فول كونتراكشن وانقباض كامل على عضلات الظهر، بينما هون راح يضل قبل الاخر بشوي اني مضطر اني اثبت لانها ضيقه المسكه نفسها. عدا عن انه اذا بنلاحظ اتجاه الفور ارم صفه زاويه 45، لما يكون زاويه ما بيكون الافكت زي لما تكون بالضبط مع اتجاه المقاومه. فهون الفرق بالتمرين، لما تكون الايد مستقيمه راجعه لورا بتكون مع اتجاه الفايبرز، كانت هون فانه في دفش بصير لبرا، فراح تاخذ على الكتفين، كمان راح تشيل شوي عن اللسمس. بس هي عشان نكون بس فاهمين بالضبط شو الفرق بينها وبين غيرها. فالافضل انه نمسك النرو اللي هي هون بمساحه الشولدرز مش بالمسكه، لانها ما راح تقدم ولا راح تضيف اي شيء اضافه عن هذيك. ريلاكس. في عندنا كمان اوبشن في هاي الحركات اللي هو السنجل جريب. سنجل جريب ممتاز، لكن بدنا نركز فيه بالتكنيك بناحيه انه الروتيشن اللي بصير بالسباين او بالجذع من فوق انثبت ما يصير، نتجنب هذا الروتيشن على اساس انه نعمل ايزوليشن. هلا هون الكتفين ثابتين، لازم نخليهم جنب بعض زي ما هم. اذا بنلاحظ انه الوزن لو رخيناه راح يسحب الكتف لقدام، فبالتالي لازم نشغل عضلات الكور اللي هي اوبليكس اللي هي تعمل روتيشن للسباين، نثبت فيهم الكتفين بنفس وضعهم، بعدين نبلش نسحب بول باك، بعدين برجع شوي شوي. هلا ممكن هذا الشكل هو اللي هو النرو بيشتغل عليه الكابتن، وممكن يشتغل على الوايد، يلف الايد من هون ويروح الكوع تقريبا بموازاه الصدر، والكوع والايد كامله نفس الاتجاه. جود. فعندنا تو دايركشن، عندنا وايد، عندنا نرو بنفس المسكه هاي، لكن اهم شيء هون ما يصيرش الروتيشن انه ما يسحب جسمنا، لانه الروتيشن ما راح يكون انه مدى حركي على العضله نفسها، راح يكون انه روتيشن على الترنك نفسه، على الاوبليكس اكثر مش على الرينج اوف موشن هون. هلا لو انا بدي ازيد رينج لازم انزل بالشكل هذا لقدام، وما في انه داعي تنزل كثير بالشكل هذا الا اذا انت حابب تشغل عضلات اكثر، مثل اللي هي عضلات اسفل الظهر او الجلوتس بشكل اكبر. فيعني هاي تقريبا كانت يعني مجمل اللي هي تفاصيل، او خلينا نحكي النواحي الفنيه تبعت تكنيك لتمارين السحب الجالس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واكيد يعني صار عندكم شويه فكره على الاقل عن الفرق ما بين الوايد والوسط اللي هي 45 والنرو واللي كثير ضيقه هاي بتكون. فكل حدا بيعرف بالضبط على حسب حجم كتافه وين المناسب له. يعطيك الف الف عافيه كوتش ماتسون، يعطيكم انتم كمان الف عافيه، نشوفكم بعضلات ثانيه مختلفه وحلقات مختلفه. شكرا لكم.